والآن نبقى مع ملف العدوان من الداخل. نشرت وكالة اي تي البريطانية فيلما وثائقيا بعنوان رفع الغطاء عن السعودية، يسلط الضوء على اجرام المملكة وممارساتها الدموية في التعامل مع رعاياها وانتهاكها لحقوق الانسان، كما يوجه الوثائقي اللوم الى الدول الاوروبية التي تتعامل مع السعودية وتزودها بالاسلحة لقمع شعبها ولدعم العصابات الاجرامية التي تنفذ عملياتها الاجرامية في كل بقاع العالم. ويتناول الفيلم حجم الفقر الذي يصل الى 25% من سكان السعودية على الرغم من الثروة النفطية الكبيرة التي تتمتع بها السعودية، كما اعترف الوثائقي بوجود أعداد كبيرة من السعوديين انخرطوا بداعش الإجرامي بسبب المناهج الدراسية للمملكة التي تحرض على القتل والعنف الطائفي. قررت محكمة سعودية تأجيل النطق بالحكم ضد عيسى الحامد عضو حسم حتى الأحد المقبل، وكان الحامد رئيس جمعية حسم قد استدعي للتحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام يوم 24 من نوفمبر تشرين الثاني عام 2013، وتمت إحالته للمحكمة الجزائية في 24 من يونيو حزيران 2014، والحامد هو أحد الأعضاء الأحد عشر المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية حسم، والتي تأسست في 2009 قبل أن يصدر حكم بحلها ومصادرة جميع أملاكها في مارس عام 2013. وحسم جمعية حقوقية إنسانية غير حكومية، أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما في محاكمة حسم وشمل حل الجمعية ومصادرة أملاكها فورا. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الحكومة السعودية هددت ببيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار في حال إقرار الكونغرس لمشروع قانون يحمل المملكة مسؤولية معينة في اعتداءات 11 من سبتمبر أيلول عام 2001. وتأتي هذه الأفعال بعد تصريحات الأمريكا تتهم السعودية بالإرهاب، حيث قال قبل أشهر أوباما في لقاء صحفي أن السعودية دعمت المتطرفين في الشرق الأوسط ليصل الأمر إلى تبني الكونغرس لقانون يحمل المملكة أحداث سبتمبر. قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي إن السلطات في المغرب فرضت قيودا على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، حيث قامت بإلقاء القبض على منتقديها وملاحقتهم قضائيا ومضايقة جماعات حقوق الإنسان وتفريق الاحتجاجات بالقوة. وأضافت المنظمة إن هناك أنباء عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والمحاكمات الجائرة، وظلت النساء يواجهن التمييز والقبض على المهاجرين وطالبي اللجوء تعسفا، وتعرضوا لاستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة.